هذه المباراة عن طريق السوبر. لسه بنحكي عن السوبر الأوروبي، لكن هدف سوبر من اللاعب جودرو أمامنا هو في هذه اللقطة، ابن وناشئ ريال مدريد اللي بيسدد هذه الكرة القوية يأتي منها قوي من جانب النجم كريم بنزيما، وادي التعادل أمامنا. مجاله يترك المساحة وكرة تخدع الحارس المرشاكة معاونة في المركز الثاني، لكن خلاص هنا فينيسيوس يسجل التعادل في الدقيقة 86 من جانب النجم كريم بنزيما، وادي التعادل أمامنا. مشاركة معاونة فاولا في المركز الثاني، لكن خلاص هنا يتسجل التعادل في الدقيقة 86 مع كريم بنزيما أمامنا. ناتشو هل يسجل الريال ويسجل الثلاث نقاط؟ وكريم بنزيما له الهدية، وكريم بنزيما